مرحبا. تطور مسار الأعصار هيرالد ليصير من الدرجة الخامسة الأشد قوة بمناطق جنوب البحر الهادي مع سرعة رياح بلغت 200 كيلومتر بالساعة مترافقة مع أمطار طوفانية وأدى إلى وفاة 5 أشخاص وعشرات المفقودين وتدمير مئات المنازل. بالعودة لطقسنا ربيعي متقلب رطب وبارد على الجبال عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع تساقط أمطار خاصة بالمناطق الجنوبية والشمالية مع برق ورعد ببعض الأحيان وهبوب رياح قوية وثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق وانخفاض بدرجات الحرارة. الرطوبة عالية، البحر مرتفع الموج وحرارة سطح الماء 18 درجة. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 935 مليمتر، السنة الماضية 980 والمعدل العام 775 مليمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 6 بالبقاع 4 والأرز درجة تحت الصفر. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية بينه 16 وجبل محسن 18 درجة، 5 بحصرون وكفيفين 16، 10 درجات بعرسال فقرة 5 مع تساقط أمطار، 18 برياض الصلح المختارة 13 وكفر رمان 15 درجة. رطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 18 درجة وسرعة الرياح بتتراوح بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، رياح عم تكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين؟ منشوفه سوا. نهار الجمعة بتتراوح بين 12 و18 درجة مثل نهار السبت مع تساقط أمطار، أما الأحد فبتتراوح بين 13 و19. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع الكويت بين 23 و31 درجة، القدس بين 7 و16، تونس بين 11 و21، ومننهي الجولة بروما بين 8 و21 درجة. هون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.